كل مع بسكويت. شبه؟ لا ما في شيء. بس حلوة كتير. شلون حلوة؟ إما اللي حاطة فيها سكر لأني حاطة بسكويت. يعني فهمك كفاية لأنه أنا شوفير تاكسي بشربها مثل القطر. شغلة هاي شوفير التاكسي بدك تنسالي إياها بقى، انساها. بدك سكر ما؟ بعدين ليش معتبر حالك غريب ومتلبك؟ البيت بيتك، قوم روح على المطبخ جيب علبة السكر اللي هناك. يلا قوم. كل هالبسكوت معها. لا دايمي خلاص انا ها. يسلم ايديكي، لازم روح اتسبب انا. بس لسه ما اجوا. ايه معلش، بس يعني كمان انا هاي السياره اماني برقبتي، باب رزق هذا لك يا عيني. قلي انت قديش بتطالع باليوم؟ منشان شو عم تسالي؟ هلا شو دخلك منشان شو؟ انت قلي قديش بتطالع؟ يعني اذا الشغل منيح الحمد لله بنطلع لنا 2000 1500 باليوم. هي هي بسيطه. وهي 5000. منشان شو هدول؟ هدول يوميتك. لا بزعل مني، انت هيك فهمانتيني غلط. انا هدول الاغراض اللي جبت لك اياهم والنطره هي اللي ناطره مشان ورشه التكييف، هدول خدمه ما بقبض عليهم. انا زلمه كسيب تعيب بقبض من كار الدولاب وبس. بس انا عطلتك طول النهار. لا ما مشكله الله يسامحك، ولو يلا انا خليني امشي. خليك قاعد، اقعد اشرب الشاي اللي بما يجوا. عمري سعيد لك بسرعة. مرحبا يا سوسو. لك أهلين يا أحلى سعاد بالدنيا. كيفك؟ اشتقلك. كيفك أنت؟ ماشي الحال الحمد لله. شو صار لي كذا يوم ما عم شوفك؟ لك شو بدي أعمل، تقبرني بالشغل والله. أنت منيح؟ ماشي عالي. شو؟ طمني، خبرك المدرب شي عن المباراة؟ لا بس قال لي المباراة الجاية رح ألعب أنا. عن جد؟ وما قال لك إمتى؟ لا علينا، إن شاء الله يضرب حظي يضرب. خلاص طولي بالك، شبك. شو شبني؟ قال بيقول لي شبك. يلا بالإذن خاطرك. لك لسه ما رأي منذ وقت خمسة أمنا. ما بدي أقعد، نحس بدني من أول القعدة. يعني تطرقني ساعة اللي إجيت، لسه كل يوم والتاني بيقول لي تأجلت المباراة. كل يوم والتاني بيقول لي تأجلت المباراة. صاير ما بينحكى معه، عصبية. شبه شوب مالك مشوبه؟ اشلح قميصك وتفرفد لك شوي. لا انا بدي اروح اتسبب انا. لا والله.